ده سيادتك البلاط النفر اللي بيمشي عليه المكروفين علشان باستمرار يبقوا هم عارفين ان هم ماشيين على المطار من غير ما حد دي سيادتك محطه التبادليه المحطه فنيه زي ما قلت لحضرتك دي ثلاث انوار ده الرصيف دول سيادتك اللي طبعا الشركات المصريه المهندس عامل اللي عنده شركه موتور والمهندس وليد دول شركه بتروجيت هم سيادتك اللي عاملين المحطه والورشه اللي موجوده عندنا المهندس وليد برضه عامل كوبري كوبري المسار اللي موجود بعد كده اللي بيقطع الطريق اللي هو تقريبا اكبر كوبري بيقطع الطريق الثاني الاخير. المحطه فعلا مجهزه بالاضافه ان هي طبعا كلها لها اربع مدافع زي ما بتشوف دلوقتي مجهزه بالسلالم مجهزه بالاسانسيرات مجهزه بالاسكليتور ده الاتجاه الفني بتاعتك اللي هو متفرع رايح باتجاه العاشر من رمضان واللي احنا كنا عليه اللي هو جاي من عدل منصور رايح اتجاه الجنوب في اتجاه كل محطه فنيه كل ما تقول لي مكتب فيه مجموعة سلالم المحطة دي أكبر شوية من محطة السابق أو محطة عشان بدر وعشان سفك العدد الكبير اللي فيه.